السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في دروس أونلاين. معكم أحلام، أنا ما شاء الله حلقة جديدة. سأريكم عن كيفية تشغيل الصوت الداخلي للهاتف بدون الصوت الخارجي، ولكن هذه الطريقة فقط مع أجهزة سامسونج. كل هذا بعد هذا الفاصل القصير. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد فيديوهاتي. في بعض الأحيان نحاول على سبيل المثال تسجيل لعبة أو ما إلى غير ذلك، ونحتاج الصوت الداخلي فقط، فلا نحتاج الصوت الخارجي لما يحدث هنا. فقط أول شيء تذهب إلى البلاي ستور وتبحث عن موبيزان. موبيزان تطبيق مشهور جدا لا نتكلم عليه. فقط هناك نوعين، يعني موبيزان ريكورد سكرين العادي، أو أيضا موبيزان سكرين ريكوردر، ولكن فور سامسونج، يعني تقومون بتحميل هذه النسخة فقط. بعد ذلك تقومون بعمل أوبن كما تشاهدون هنا، يعني تضغطون على الإعدادات. طبعا عند الإعدادات تذهبون إلى الإعدادات وتبحثون عن الساوند. إذا كانت مفعلة تقومون فقط بتفعيلها. كما تشاهدون هناك اثنين اوبشن، هناك اوبشن الأول اللي هو الاكسترنال. في هذه الاوبشن تسمعون الصوت الخاص باللعبة أو أي شيء أو أي ابليكيشن، وأيضا سيتم تسجيل الصوت الخاص بالريكوردر إذا كنتم تستعملون الميكروفون، وأيضا ستقومون بالسماع أثناء التسجيل. عكس الانترنال سيقوم فقط بعمل ريكورد للصوت الداخلي للعبة أو أي تطبيق، ولا يمكنكم تسجيل الفويس الخاص بكم، وأيضا لا يمكنكم السماع عندما تقومون باللعب. سنقوم بمثال سبيل المثال بالتسجيل الآن. أوكي ستارت ناو. أوكي سبيل المثال سنقوم بتسجيل هذه اللعبة. الآن سأقوم بتوقيف الموبيزان. الآن نذهب لسماع اللعبة. كانت هذه حلقة اليوم، أتمنى لا أكون أطلت عليكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. لا يبقى لي إلا نقول لكم مع السلامة، في أمان الله.